كغيرها من المحافظات اليمنية اقتضت ضرورة التغيير التحاقها بركب ثورة فبراير السلمية، وثمة حكاية للثورة هنا في محافظة مأرب، حيث قررت مكوناتها الشبابية والسياسية والعسكرية الاندماج كليا بثورة التغيير في بقية المحافظات. وهنا نصبت أول خيمة في 28 فبراير لتستمر عدة أيام فقط، بعدها يقرر نظام صالح استخدام القوة موقعا مجزرة مروعة غيرت من تفكير الثوار. كان أبناء مأرب هم أول من نصب الخيام في هذا الموقع، وظلوا مناضلين طوال الفترة، على الرغم من أن هذه المنطقة كانت تعرف أنها منطقة قبائل، وإلا أن الشباب حافظوا على سلميتهم. خرج الشباب في مسيرة وكانوا يريدوا أن يوصلوا رسالة للسلطة المحلية في المحافظة، رسالة احتجاج ومطالب أبناء مأرب، لكن للأسف الشديد السلطة في ذلك العهد تعاملت معهم بتصرف أهوج وجرح الكثير، واستشهد من الشباب بعض الشهداء. 7 سنوات متصلة بالأحداث والمستجدات إذن، ومعها تبقى تضحية فبراير حديث الناس هنا، خصوصا وأن مأرب اليوم تبدو محور حركة ثوار فبراير وقواها، حيث يخوضون معركة انتصروا في كثير من تفاصيلها لتصبح المدينة على هذا النحو من التطور والاستنهاض في مجالات عدة، وكأنه حلم يقظة لثوار ما زال الطريق طويلا على ما يبدو أمامهم. ما تشهده مأرب اليوم بعد 7 سنوات من الثورة هو ناتج عن تضحيات جسيمة، سواء قدمتها محافظة مأرب وكذلك ثوار فبراير والشعب اليمني بشكل عام، قدموا هذه التضحيات حتى وصلت مأرب إلى هذا المستوى. والله مأرب من أول كانت يعني زي ما تقول قرية مأرب. كنت أمشي من الجولة هذه لا السيل سوى المحل السياني اللي كان تمام، أمشي الشارع وأنا مغمض الحالي، ما حد يقول لي وخل طريق، لا باص لا متر لا سيارة لا زحام ولا حاجة. اليوم أمشي الشارع أقطع أجلس نص ساعة بالشارع لما أقطع طريق السيارة، ما أقدر من زحمة السيارة والعوادم هذه. صحيح أن الثورة حققت هدفها الأول في إسقاط مشروع التوريث إلى الأبد، غير أنه لا يزال أمامها الكثير بالنظر إلى واقع الصراع الذي أفرزته الثورة المضادة والأشواك التي زرعتها في طريق التغيير. تبدو مأرب وحتى الهدوء النسبي في بلد يشهد حربا طاحنة، إذن هي قسمة عادلة من الزمن أن تنجح المدينة في تقديم نفسها بأكثر من صورة في أسوأ سنوات تمر بها البلاد. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.